النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها عبر خرائط الضغط الجوي. يتزايد تدريجيا خلال ساعات هذه الليلة تأثير لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، وهو هذا منخفض سيمتد شمالا باتجاه المملكة، وسيبلغ ذروة تأثيره خلال ساعات نهار يوم غد، يصل إلى معظم مناطق بلاد الشام بمشيئة الله تعالى، ويتراجع بشكل تدريجي يوم الأربعاء مع بقائه مستمر بشكل أضعف خلال ساعات النهار. الأجواء كانت اليوم مستقرة، ربيعية لطيفة مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، إلا أن هذا المنخفض، منخفض البحر الأحمر، يتوقع أن يزايد تأثيره خلال ساعات هذه الليلة. هو ليس منخفض بارد، إنما مرفق بأحوال جوية غير مستقرة، ولكن بذات الوقت مرفق بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أدفأ وأعلى مما كانت عليه الأيام الماضية. نستعرض سوية توقعات الأمطار لهذا مع هذا منخفض البحر الأحمر، كما نلاحظ أيضا المناطق الجنوبية من المملكة اعتبارا من ساعات فجر الثلاثاء وما بعد منتصف هذه الليلة، تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار تشمل بذلك مدينة العقب، وأحيانا تمتد إلى بعض المرتفعات الجبلية العالية من المناطق الجنوبية مثل مرتفعات الشراء، وبشكل أضعف فرص الأمطار قد تمتد إلى باقي المناطق، ولكن تتركز فرص الأمطار فجر الليلة القادمة في المناطق الجنوبية من المملكة. هذه الأحوال الجوية بشكل أساسي متوقعة حتى ساعات صباح الثلاثاء، هناك زخات رعدية من الأمطار تشمل مناطق البادية الجنوبية الطفيلة إضافة إلى مرتفعات الشراء، وأيضا قد تمتد بعض من هذه الزخات المطرية الرعدية إلى مناطق البادية الشرقية أو الجنوبية الشرقية، تشمل أيضا الأمطار الرعدية لمناطق العقبة والحدود الأردنية السعودية، وهناك فرصة لأن تمتد بعض الزخات المحلية من الأمطار شمالا لتصل الكرك وربما أجزاء من مادبة وربما الأجزاء الجنوبية من العاصمة عمان. هذه توقعات الأحوال الجوية غير المستقرة المرافقة لهذا المنخفض، منخفض البحر الأحمر، وسرعان ما تضعف فرص هطول الأمطار مع ساعات مساء يوم غد الثلاثاء. على الجانب الآخر، امتداد وتعمق هذا المنخفض، منخفض البحر الأحمر، يتوقع اعتبارا من ساعات صباح الثلاثاء أن تهب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية في خاصة في المناطق الجنوبية، مما سيؤدي إلى تشكل موجات غبارية. هذه الموجات الغبارية يتوقع أن تؤثر على مناطق واسعة من المناطق الجنوبية من المملكة، وتؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، وتؤدي أيضا إلى ارتفاع نسب الغبار في الأجواء. لاحقا مع ساعات المساء والليل يتوقع أن تمتد هذه الأتربة والرمال نحو المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وبالتالي يتحول الطقس مع ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء ليصبح مغبرا بوجه عام وبشكل لافت في أغلب المناطق. خلال ساعات نهار يوم الأربعاء أيضا يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يبقى الطقس مغبر كنتيجة لتأثير هذا المنخفض، منخفض البحر الأحمر. هذه الخريطة تلخص الأحوال الجوية المرافقة لامتداد هذا المنخفض، منخفض البحر الأحمر القادم من الجنوب. إذن رياح شرقية إلى جنوبية شرقية قوية تثير موجات غبارية خاصة على المناطق الجنوبية من المملكة، تمتد لاحقا أجزاء منها إلى المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر بشكل أساسي على المناطق الجنوبية، تكون مصحوبة بزخات رعدية من الأمطار، ربما تكون بعض من هذه الزخات غزيرة أحيانا وفي نطاقات جغرافية ضيقة، وتؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول في المناطق الجنوبية، وبالتالي نرجو ممن يقطن في المناطق المنخفضة في المناطق البادية والمناطق الجنوبية الانتباه من خطر تشكل السيول خلال ساعات صباح ونهار يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
دعونا نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة. إذن أجواء غالبا غائمة هذه الليلة، تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي بالتأثير بالتزامن مع هذا منخفض البحر الأحمر مع ساعات صباح وفجر يوم الثلاثاء في المناطق الجنوبية من المملكة. وطبعا خلال ساعات هذه الليلة تكون الفرصة ضعيفة للغاية لهطول أي أمطار في معظم المناطق. درجة حرارة الصورة الليلة القادمة 12 درجة مئوية، وبالتالي هي أعلى مما كانت عليه بشكل لافت خلال ما كانت عليه الليالي السابقة، وسنشعر بدفء الأجواء في ساعات الليل بالمقارنة عما كانت عليه خلال الليلتين السابقتين. نهار يوم غد تتأثر كما ذكرنا المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، الطقس سيكون مغبر لاحقا في المنطقتين الشمالية والوسطى والشرقية، ولكن تكون الفرصة مهيئة لأمطار رعدية في المناطق الجنوبية المملكة. دعونا نستعرض سوية درجات الحرارة العظمى والصغرى في إربد من 23 إلى 10 درجات مئوية، عجلون من 22 إلى 10، جرش 22 إلى 11، والمفرق من 23-12، وجميع هذه المناطق تتوقع تتحول لتصبح مغبرة مع ساعات العصر والمساء. انتقالا إلى المناطق الوسطى في السلط 22-13، في العاصمة من 22-11، في مادبة كذلك الأمر، في البحر الميت 31-18، أجواء حارة نسبيا بعض الشيء في مناطق الأغوار، وفي الزرقاء من 23-12 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الجنوبية في كل من الطفيلة معان والشراء، فرصة مهيئة لأمطار رعدية غدا خاصة مع ساعات الصباح، وأجواء مغبرة للغاية قد تكون في تلك المناطق. تكون درجة حرارة في الطفيلة 22-11، في معان 17-9، وفي الشراء من 16-10. في الكرك أجواء تتحول مغبرة وتكون درجة حرارة 22 تهبط ليلا إلى 10 درجات مع فرصة لكنها أضعف مما عليه الحال في باقي المناطق لبعض الزخات المحلية من الأمطار. في العقبة درجة حرارة 31 درجة مئوية في ساعات النهار، 17 في ساعات الليل، ولكن بالرغم من ذلك هناك فرصة جيدة لأمطار رعدية في العقبة سواء فجر الليلة القادمة أو خلال ساعات الصباح، مع أجواء قد تصبح مغبرة للغاية خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء. انتقالا من المناطق الشرقية من المملكة، في أرويش الأجواء مغبرة تكون 25-12، في الصفاوي 25-11، وفي الأزرق من 26-13، مع أجواء دافئة للغاية في المناطق الشرقية من المملكة. نستعرض سوية توقعات الأحوال الجوية المتوقعة الأيام القادمة. إذن غدا أجواء تصبح مغبرة تدريجيا خلال ساعات النهار، 22 درجة مئوية، ليلا أجواء مغبرة ودرجة حرارة 11 درجة مئوية. الأربعاء يبقى الطقس مغبر وذات أتربة مثارة، 23 درجة مئوية مع استمرار تأثير هذا منخفض البحر الأحمر، ليلا 13 مع فرصة لبعض الأمطار المحلية، ويوم الخميس تهبط قليلا درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية في ساعات النهار، 11 درجة مئوية في ساعات الليل، وتكون الفرصة مهيئة لزخات من الأمطار يوم الخميس خاصة في بعض المناطق الشمالية. ولكن الحالة يوم الخميس تتطور مع تشكل هذا المنخفض الجوي منخفض البحر الأحمر واندماجي مع منخفض آخر قادم من البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي يمكن هناك أن يكون فرصة جيدة للأمطار نهار يوم الخميس وهي تحت المتابعة. قبل الختام ندعوكم للانتباه من قاطني المناطق الجنوبية في المناطق المنخفضة منها من خطر تشكل السيول وجريان الأودية مع ساعات فجر وصباح يوم غد، كما ندعوكم للانتباه من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء خلال هذه الأيام وتحول هذه الأجواء المغبرة، ومن خطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب ارتفاع نسبة كثافة الغبار. ندعوكم دائما لمتابعة نشراتنا الجوية أولا بأول عبر الاشتراك عبر قناتنا على اليوتيوب أو عبر تحميلكم لتطبيق طقس العرب أو زيارتنا عبر منصاتنا المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.